بنرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم التحكيم. تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف وكابتن اسامه والكابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن اسامه عرابي، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اهلا كابتن، اهلا بيك، اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن طاقم التحكيم يا كابتن. هو الكرواتي ايفان بيبك، وهو متهيألي جالنا او احنا فاكرينه للسنه اللي فاتت، يمكن لعب لنا ماتش بيراميدز وكان في لينا ضربه جزاء هو تغاضى عنها بتاعه ازارو. تمام، خلينا كابتن الاول كابتن ايمن نتكلم على طاقم التحكيم الاول. اولا ولجنه الحكام احسنت الاختيار في ان هي كابتن اسامه جابت ست حكام من كرواتيا، يعني سته من دوله واحده بالفار. عاده بيبقى في احيانا كابتن اسامه بنجيب ثلاثه مثلا من الدوله وبنجيب حكم رابع من عندنا. مزبوط. انا هقول هنا في حاجتين مهمين جدا، لما يكون الطاقم كله من بلد واحده هنلاقي في تفاهم كويس ما بين طاقم التحكيم، هنلاقي لغه الحوار ما بين الفي اي ار وما بين حكم الميدان لغه هتلاقي بسيطه، يقدر يوصل له تفصيل حاله، يقدر يوصل له الحاله التحكيميه بشكل كويس، بعكس لما يكون الحكم من دوله والفار من دوله ثانيه. يبقى عندنا نمره واحد ان ست حكام جايين من كرواتيا، بما فيهم الاربعه الحكام اللي هم موجودين في ميدان اللعب، وفي حكم الفي اي ار والاي في اي ار اللي هو من كرواتيا. الميزه الثانيه كابتن ايمن ان النهارده الحكم الرابع ايضا كابتن اسامه من كرواتيا. في بعض الاحيان ممكن يكون الحكم الرابع من مصر. طب في حاجه مهمه جدا، لو الحكم النهارده لا قدر الله جات له اصابه، مين اللي هيقوم بمكانه في اداره المباراه؟ هيبقى الحكم الرابع اللي هو عندنا من مصر. طبعا عندنا حكامنا بسم الله ما شاء الله عندنا على مستوى عالي جدا، ولكن بنقول الطاقم كله من كرواتيا، اذا ما عندناش مشكله خالص وما عندناش اي مشكله في اداره المباراه باذن الله بكره غدا. الحاجه اللي انا عاوز اقولها عليها كابتن اسامه ان الحكم دوت دولي من 2003. احنا النهارده في 2020، يعني تقريبا 17 سنه وهو في القائمه الدوليه. يعني خد الشاره الدوليه وعنده 26 سنه. بالظبط كده. هو لعب كاس عالم يا كابتن؟ حاول بقى، هو يعني هو جات له فرصه ذهبيه يا كابتن اسامه ان هو تم اختياره في القائمه الاوليه في كاس عالم 2010 في جنوب افريقيا. يعني الاتحاد الدولي بيختار 52 حكم، بعد كده بيتم تقييمهم ويصفيهم الى 32 حكم. هو تم اختياره في القائمه الاوليه، وللاسف طبعا هو ما كانش محظوظ فيه ان هو يتم اختياره في القائمه النهائيه، وبالتالي عدت منه كاس عالم 2010 اللي كانت في جنوب افريقيا. بقول ممكن يكون عنده خبرات قليله، ولكن نفس الشيء في 2014 ما تمش اختياره في كاس عالم 2014، وبالتالي في 18 ما راحش. يعني عاوز اقول لو كان حظه محظوظ كان راح 2010 وكان راح 2014 وكان راح 2018 وكان راح 2022 اللي هي اللي جايه. كابتن جمال صدقي هيبقى مراقب للحكام بشكل كابتن جمال صدقي طبعا هو مراقب الحكام. كابتن جمال صدقي طبعا حكم دولي سابق وحكم كبير، وهي لجنه الحكام فضلت ان هي تحط حكم تقيل يقيم طاقم التحكيم. كابتن شريف خلينا نقول ان طاقم التحكيم بيتم تقييمه من المراقب المصري طبقا للوايح، وبالتالي جمال صدقي وظيفته هو تقييم طاقم التحكيم بالكامل. بمعنى انا عايز اسال سؤال، بتحصل مشاكل ساعات اعتراض على اوف سايد مش عارف ايه، هنرجع الفار، بس في كابتن جمال سيد هيبقى موجود في الملعب، ممكن انت تروح تشتكي لكابتن جمال او تعمل اي توجيهات ليه وتورطه معاك في حاله من الحالات؟ بص كابتن شريف، يعني اولا هو المقيم دايما او الريفري اسيسور بتاع المباراه بيبقى موجود في المقصوره، يعني بيبقى عندنا اثنين مراقبين، المراقب الامني موجود في الملعب، المراقب من المسابقات في الملعب، مراقب لجنه الحكام بيبقى ليه مكان في المقصوره، ما بيبقاش موجود كابتن عادل خالص تحت فيه. ده مهم عندي انا كنت اعرفه عشان خاطر ايه، انت بتتكلم في سؤال مهم جدا. كابتن اسامه لو انت حضرتك مراقب الحكام وقاعد في الملعب في ميدان اللعب، هيجي كابتن اسامه عرابي هيروح كابتن يعني اعتراض عليه، مش هنفتح لغه حوار مشكله. عشان كده هو موجود مكانه في المقصوره طبعا عشان خاطر يشوف كل الحكام المساعدين في التسلل، ويشوف يقيم بشكل عام اللياقه البدنيه للحكم وكذلك كل الامور الخاصه بالتحكيم. الحكم الكرواتي عزيزي كابتن عادل، الحكم الكرواتي كابتن ناصر كان ادار مباراه الاهلي وبيراميدز قبل كده، وبشهاده الخبراء كلهم التحكيمين انه ما كانش موفق في هذه المباراه. النادي الاهلي كان ليه ركلتين جزاء، كان من الاولى من لجنه الحكام وانت النهارده في مباراه الاهلي والزمالك تجيب حكم كان سبق ليه قبل كده التحكيم كان ليه اخطاء، ولا كنت تروح المدرسه مختلفه حكم جديد كان يجي للكره المصريه وكان يدير المباراه دي؟ بس خلي بالك يا اسامه، هو جالنا بعد اذنك كابتن ناصر، هو جالنا 2007 وحكم ماتش الاهلي والزمالك واحنا كسبنا 1-0. بس انا بتكلم ان يعني المباراه بتاعت الاهلي وبيراميدز كانت قريبه، فاحنا يعني هو الناس فاكره. هو كابتن اسامه هو ادار ثلاث مباريات هنا عندنا في مصر. المباراه الاولى كانت في 2007،
النادي الاهلي والنادي الزمالك، والنادي الاهلي هنا كسب هدف مقابل لا شيء. ادار مباراه ثانيه اللي هي الاهلي 2009 كانت ما بين منتخب الناشئين هنا في كاس العالم ومع بيرجواي، واحنا خسرنا 1-0. المباراه الثالثه كانت مع الاهلي وبيراميدز اللي هي كانت 2019 في تقريبا الجوله 25 المؤجله، وهنا كان في فعلا بالفعل كان هناك ركله جزاء لم تحتسب في المباراه. انا من وجهه نظري هي اثرت في نتيجه مباراه كابتن اسامه، واحنا قلنا دايما الحكم ما بيبقاش محظوظ لما بيبقى في عنده خطا تحكيمي للفرقه اللي بتخسر. ممكن يبقى عندي خطا تحكيمي للفرقه اللي بتكسب ما بيأثرش على نتيجه المباراه بشكل عام، ولكن لما بيبقى مثلا كابتن اسامه في فريق ليه ركله جزاء ولم تحتسب والفريق دوت بينهزم، هنا الخطا التحكيمي بيؤثر في نتيجه المباراه، وبالتالي هنا كان هناك ركله جزاء لم تحتسب في مباراه الاهلي وبيراميدز. سؤال يا كابتن بعد اذنك، اتفضل. هل هو ليه مباريات مهمه مثلا في بطوله اوروبا او في نهائي زي ماتش اهلي مهم اهلي والزمالك كده مثلا في اسيا في السعوديه؟ حكم تمام ليه خبرات في الحكم؟ سؤال جميل جدا كابتن اسامه. بنتكلم النهارده الحكام النخبه الاوروبيه كابتن ايمن. ايوه، وهو للاسف الشديد هو مش موجود في حكام النخبه الاوروبيه. حكام النخبه الاوروبيه اللي هم بيحكموا ايه؟ بيحكموا دوري الابطال. ايوه. الباقي بيحكم ايه؟ بيحكم الدوري الاوروبي. هو طبعا مش موجود في النخبه الاوروبيه في الاليت ايه، ودي يمكن نشاطه في الدوري في دوري الابطال قليله جدا كابتن اسامه. كل نشاطه كانت في الدوري الاوروبي، وبالتالي ما قلت هنا الاتحاد الدولي بيصنف الحكام كابتن على حسب المستوى الفني والمستوى البدني ومستوى كمان تقييمه للمباراه، وبالتالي هو مش موجود في الاليت ايه في النخبه الاوروبيه. طب دربيات مثلا في اسيا في لعب في السعوديه، هي دي هتاخدنا النقطه كابتن ناصر. انت النهارده الدوري الانجليزي متوقف خلاص، خير انتهى. الدوري الالماني انتهى، الدوري الاسباني انتهى. فالنهارده كان من الاولى تجيب حكم مصنف من الدوريات الكبيره دي، خاصة انك انت شفت الحكم اعتقد الالماني اللي كان المباراة الأولى اللي فاز فيها النادي الأهلي. فليكس بيتش اللي هو الحكم الألماني. حكم ألماني. أدار لقاء الأهلي والزمالك وكان على مستوى كويس. حكم تمام كده. حكم كبير في أوروبا. تمام. خاصة ان انت النهاردة يعني الدوريات مش شغالة في أوروبا، خلاص عندك توقف في الفترة دي، فممكن تجيب حكم مصنف حكم اسم كبير بسهولة. أنت ألم الحكم ولا إيه؟ لا لا أنا بس بتكلم عشان تبعد الكلام عن أي شيء. أنا بقول لك حكم المباراة. لا أنت النهاردة الفار موجود خلاص. كابتن أسامة أقول حاجة مهمة جدا. الفار بقى دلوقتي يعني كل وقت وليه أداني لا في نفس الإطار ده. لا وخلي بالك كان وقت مباراة الأهلي وبيراميدز ما كانش فيه فار، دلوقتي أنت فيه فار فأنت فيه عدالة أكتر يعني. لحظة كابتن، في نفس إطار الكابتن أسامة لما حب يسأل السؤال ده، الطاقم التحكيم المفترض مين اللي بيجيبه وبيدفع له القيمه بتاعته؟ الاتحاد صح؟ اتحاد الكره. اتحاد الكره تمام. يعني انا لو جبت حكم كبير قوي هيبقى بنفس ال 40,000 دولار صح؟ اكيد اكيد. يبقى احنا هنا لما نيجي نجيب حكم مباراه اهلي وزمالك يبقى احنا عايزين حكم يفيد حكامنا، بمعنى بالظبط زي الحكام العظام اللي بيحكموا نهائي كاس عالم جم حكمونا كتير. فيبقى انا طالما ال 40,000 دولار هيدفعوا كده كده يبقى انا لازم اجيب حكم من الحكام الكبار قوي على الاقل يعلي قيمه الدوري بتاعك كمان، بمعنى انا بتكلم تسويقيا. لما تمام. تجيب حكم عادي اسمه قليل وبتدفع له 40,000 دولار وبتجيب حكم عالي قوي ممكن الناس تنتبه للدوري اللي بيحكم فيه الحكم ده بنفس ال 40,000 دولار، يبقى دي مصلحتنا. حكم كبير اسم كبير هيعمل لنا رواق كويس. كابتن عادل كلامك بمناسبه سؤال الكابتن عادل برضه، حضرتك كنت عضو لجنه حكام قبل كده، كان بيتم ازاي اختيار الحكام دول لمباراه القمه؟ كابتن ايمن السؤال جميل جدا. الاتحاد الكره النهارده بيبعت لاكثر من دوله. انا خليني اتكلم معاك بامانه، في دول بتوافق، يعني خلينا نتكلم بامانه، في دول توافق تحت كابتن شريف تحت توليه رئيس اتحاد الرئيس بتاع لجنه الحكام هو اللي بيبعت ولا الاتحاد نفسه هو اللي لا هو يعني المراسله يا فندم رئيس رسمي لجنة الحكام حضرتك رسمي انت اللي بتخاطب. انا كلجنه حكام برشح الحكم او بنا بقول لهم انا هبعت مثلا لانجلترا، هبعت لاسبانيا، لفرنسا. هو الاتحاد هو اللي بيبعت، لان الاتحاد هو المنوط بان هو يراسل الاتحادات الاهليه، وبالتالي اللجنه الحكام بترشح كابتن ايمن، بنرشح اكتر من حكم في اكتر من دوله. كويس. بنبعت لايطاليا، بنبعت لاسبانيا، لفرنسا، لالمانيا، اللي هم الدوريات الخمسه الكبرى. امتى الوقت؟ قبلها مثلا ب 10 15 يوم. بنبتدي نراسل. لما اهلي والزمالك معروف ان المباريتين انت بتلعب بحكم اجنبي. بالظبط. يبقى انت لازم من مده طويله قوي
انك انت ما جايب حكم كبير من الحكام الكبار ومكلمه ولما يجي وقت المباراه تديله. ممتاز يا كابتن عادل، وده كلام محترم جدا، لان انت عارف ان في اهلي وزمالك هيلعبوا في التوقيت المعين، فبتبعت بدري قوي للاتحادات اللي هي الاوروبيه يقدروا ان هم، لان احيانا كابتن في اتحاد ما بيردش، وانا بكلم معاك بامانه كويس. يعني مثلا بتبعت الاتحاد الايطالي هنا بتعمل كل ما في وسعك عشان تجيب حكم كبير، يعني بدليل كابتن اسامه كان بيتكلم على فليكس بيتش الحكم الالماني رقم واحد، والحكم حكم في كاس عالم 2018 جه كابتن اسامه جه على اساس ان هو كان مثلا ما عندوش مشكله مع فاضي، انما احنا لجنه الحكام بتعمل اللي عليها، بتراسل الاتحادات والاتحادات احيانا بتوافق او ما بتوافقش. مين الاتحادات اللي بعد الموافقه؟ لا دي المعلومه كابتن دي بتبقى خاصه في الاتحاد، يعني هم ما بردش، يعني انت بتبعت له الميل مثلا احنا محتاجين طاقم تحكيم مثلا على مستوى، هو ممكن يقول لك مش فاضي، او ممكن يقول لك ما عنديش، او ممكن او الشكل الانتقالي في الكورونا. في حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، خلينا نتكلم، الدوري السعودي النهارده في حكمين من اعلى حكام العالم موجودين في الدوري السعودي، يعني عندنا كونها الاوروغواي حكم عالي جدا جدا طبعا حكم كاس عالم 2018، وعندنا بيتانا او نستر بيتانا الحكم الارجنتيني اللي هو حكم نهائي كاس عالم، بس دول موجودين في السعوديه موجود. لا هم بيروحوا كابتن ايمن مثلا بيحكم مباراتين او ثلاثه وبيروح بيتم ساعه وثاني بيجي حكم. على سبيل المثال النهارده الاتحاد السعودي بعت الاتحاد المصري كابتن اسامه بان هو محتاج طاقم تحكيم مصري، ودي كانت مفاجاه فعلا، طلب رسمي الاتحاد السعودي في الدوري في الكاس اللي خدم في كاس الملك، كاس الملك طلب طاقم تحكيم بالاسم، طلب جهاد جريشه، طلب تحسين ابو السادات واحمد حسام طه. الكلام ده حصل، وبالتالي تم سفر الثلاثي الى الدوري السعودي، هيديروا مباراتين هناك يعني هم هيلعبوا ان شاء الله مباراتين في الدوري السعودي اللي كل حكامه كابتن اسامه. الدوري السعودي يا كابتن ولا الكاس؟ الكاس في الكاس، لان الدوري السعودي في الكاس. في الكاس ان كل حكام الدوري السعودي كابتن ايمن من حكام النخبه في الدول الاوروبيه. هرجع تاني للحكم، هروح لنقطه مهمه جدا كابتن ايمن، ولما نيجي نعمل احصائيه للحكم في اشهار البطاقه بالظبط كان الكابتن شريف بيتكلم فيها مهمه جدا. بطاقه الصفر، المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك اللي هي كانت في 2007 أشهر البطاقة الصفراء 8 مرات، وده في عندنا احنا كتحكيم كتير قوي طبعا، كتير 8 بطاقات في مباراة كتير. في مباراة الأهلي وبيراميدز نفس الشيء 8 بطاقات كويس، 5 للنادي الأهلي و3 لبيراميدز. بمناسبة البطاقات الصفراء هنا، هو الراجل لما بيجي مثلا يحكم أهلي زمالك أهلي بيراميدز أي فريقين، هل بيدوا له فكره عن المباراه دي واهميتها؟ لا هو بيبقى عارف مسبقا، لان هو كابتن عندنا النهارده التكنولوجيا والوسائل كلها بتقدر انت كحكم تعرف المباراه وانت قبل ما تروحها، بتبقى عارف المباراه اهميتها ايه في الدوري، بتقرا عنها هو اوريدي جاي جاهز، لان انا مثلا بسافر مباراه مثلا كنت مثلا مقيم مباراه في تونس، ببقى عارف الفرقتين، عارف الحكام، باخد ببقى عندي المساحه ان انا اقدر. طالما كمان الاتحاد بيستقدمه هو من أيوة. هو جاي عارف ان عارف ان المباراه مهمه. اللي انا عاوز اقوله بقى، هرجع لنقطه مهمه كابتن شريف يمكن كان كلمني فيها، موضوع اشهار البطاقات. خلي بالك كابتن ايمن، هو سلطه الحكم او كابتن اسامه انا ما بسيطرش على المباراه بالكروت، ولكن عندنا في حاجه اسمها المانجمنت ماتش لاداره المباراه، عندنا سيطره الحكم وشخصيته صح. الحكم عنده شخصيه يقدر يسيطر على المباراه. هل اللاعبين عندهم قناعات بالحكم من البدايه بقراراته الفنيه بتحركه بتمركزه؟ خلي بالك لو انا كلاعب ما عنديش قناعات بالحكم كابتن شريف من البدايه كده، هبص في اعتراضات هنا وهنا وهنا، ولكن اللي انا عاوز اقوله مش بالكروت اقدر اسيطر على المباراه، لان لما بنيجي نقول متوسط اشهار الكارت بالنسبه له كل مباراه 5 بطاقات، وده كتير جدا جدا كابتن ايمن. فمن خلال البرنامج بنقول احنا للاعبتنا ان يعني يبقى الامور دي تتاخد في الحسبان يا كابتن اسامه، لان سهل قوي قوي لاعب في البدايه ياخد بطاقه وبعديها ياخد كمان بطاقه تساعد الحكم يكون في عداله اكتر، فالمهمه بتاعته تسهل كمان داخل بالظبط كده. اللي انا عاوز اقول الحاجه الوحيده، الميزه انا بقول الميزه للحكم هو 43 سنه كابتن ايمن. اعتقد من الخبرات الكبيره اللي مر بيها في مبارياته كلها اللي لعبها، سواء كان في الدوري الكرواتي او في الدوري الاوروبي او في الدوري السعودي، اعتقد دي اللي هتدي له الاسبقيه في ان هو يقدر ان هو يمر بالمباراه بكره بشكل يعني بدون اخطاء، خاصه ان النهارده موجود الفار، موجود والفار من كرواتيا نفس بالظبط. بعدين عنده مساعده كبيره جدا، الماتش من غير جمهور يعني
اعتقد يعني هتبقى بالنسبه دي طبعا دي طبعا هتكلم عن الموضوع ده. خلينا اقول ايام الجمهور اكيد ليه تاثير على اداء الحكم. اكيد كابتن الجمهور في الملعب كابتن الا لما بيكون حكم يعني عايز اقول ايه شخصيه الحكم. لو الحكم شخصيته كويسه لا يتاثر باي شيء لان هو بينزل بيركز في المباراه فقط لا غير. لو الحكم يعني واحنا عندنا فروقات فرديه كابتن اسامه حكم يعني شخصيه قويه يقدر يدير ويقدر يحكم وفي واحد يتاثر بالضغوط سواء كانت خارج الملعب من المدربين من على الدكه من الاعلام ولكن هنا النهارده الفار يمكن اقدر اقول ان هو دعم وساند الحكام بشكل كبير جدا جدا كابتن ايمن يعني مش عايز اقول النهارده ان الحكم بيلعب بارتياحيه ما عندوش ضغوط لان هو لو فاتوا قرار هيرجع للفار هيصحح له ويمكن حصل عندنا في الدوري النهارده وامبارح واول امبارح وكذلك ان الفار النهارده بقى وسيله مساعده للحكام في ان هي تلعب بدون ضغوط. ايمن تحت امرك. انا عايز اسال على حاجه ثانيه يا كابتن. اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت الفار وعايزين برضو نركز على موضوع الفار ده لان الفار برضو يعني كان شفنا الاسبوع اللي فات بعض الاخطاء. بالظبط. لما نيجي نتكلم على الفار بكره والحكام من حته واحده. بالظبط. لو الراجل دوت شايف حاجه معينه والفار اداله ان في حاجه ولكن هو مش مقتنع هل ممكن يبقى ده قراره الاول والاخير ما يروحش للفار؟ مفيش شك. بص يا كابتن ايمن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. القرار الاول والوحيد سواء في فار او مش في فار هو اللي حكم الميدان الحكم الرئيسي. كويس. هو القرار الاول هو اللي بياخد القرار. يعني على سبيل المثال احنا قلنا الفار بيتدخل امتى؟ ما هو عشان خاطر نقدر نطبق البروتوكول لابد ان احنا نعرف الفار بيتدخل امتى. اربع حالات حضرتك قلت لازم أن اكون عندي المفهوم ده كفار ما جيبش الحكم عاطل على باطل. يعني لعبه بنقول عليها اللي هي القرار الذاتي كابتن عادل تقديري للحكم بتركها للحكم ولكن خلينا نقول خطا واضح خطا ظاهر خطا غاب عن حكم انا هنا دي مهمه الفار ان انا اوضح له ان مثلا في ركله جزاء واضحه هو ما حسبهاش ولكن التدخل في شغل الحكم يعني اعتقد بيبقى مشكله للحكم ومشكله للفار. طيب احنا شفنا في بعض المباريات في الدوري المصري الفتره اللي فاتت يمكن قريب يعني الفار بيتدخل كتير جدا يا كابتن بيبطئ من كتر الدخول دوت بيبطئ من نت المباراه جدا وكمان الحالات بتاخد يمكن اكتر من 3 و4 و5 دقائق. كلامك جميل جدا جدا وانت هتدخلني في نقطه مهمه جدا كابتن عشان يكون في فار يا كابتن ايمن لابد مرتبط بعدد الكاميرات في كابتن اسامه اللي موجود في ميدان اللعب بس كده. انا النهارده ما ينفعش اشتغل فار باربع كاميرات يا كابتن ايمن. النهارده احنا بنتكلم في كاس عالم 2018 31 كاميرا موجوده في الملعب. انا النهارده ليه الكاميرات تبقى موجوده؟ لان انا كحكم في الميدان لما كابتن ايمن انت حضرتك في الفار بتقول لي تعالى يا ناصر شوف الفار انت حضرتك بتجيب لي اكتر من زاويه عشان اقدر اخد القرار بتاعها. كابتن ايمن انت قاعد في الفار ما عندكش غير بالظبط كده لقطتين عندك. انا عن نفسي ممكن ما اقدرش احكم او انت حضرتك في الفار تقدرش احكم. فاحنا بنقول عدد الكاميرات مهم جدا يا كابتن اسامه. طبعا على الاقل كاميرات يعني اقل حاجه 6 أو 8 كاميرات اقل حاجه 8 كاميرات في الملعب دي حاجه خاصه 8 يا كابتن. في حاجه مهمه جدا المساعد الحكم ده مش عندنا كابتن المساعد دوت على حسب الغرفه اللي موجود فيها التقنيه موجود في الغرفه. انا بكلم المساعد الحكم هنا ليه كاميرا دايما والمساعد الثاني ليه كاميرا. بتكلم على كاميرتين دولت التسلل لابد ان يكونوا موجودين. الحكم ليه كاميرا الخطوط اللي هي التسلل يعني على الاقل 8 كاميرات او 6 كاميرات لابد يعني عدد الحالات اسم الفار يعني لكن التطبيق حوالي الاسم الفار هو لكن التطبيق حوالي 40-30% مثلا من امكانيات الفار بره. احنا بنتكلم بص يا كابتن عادل احنا النهارده الكابتن ايمن سال سؤال ان الحاله بتقعد كتير الحاله بتقعد في الفار للتدقيق كتير. ليه؟ لان انا كابتن بجيب الحكم بقول له تعالى شوف فانت بتقول لي طب اديني لقطاتي بس انا اديني اكتر من زاويه فانت حضرتك بتجيب لي الزاويه دي مش واضحه بتجيب لي الزاويه الثانيه مش واضحه. ما عشان اجيب زاويه واضحه زي ما قلت حضرتك على الاقل 8 كاميرات في الملعب اقدر ان انا اخد منها القرار. يبقى اذا عندنا في الكاميرات قليله ودي اعتقد ان اتحاد الكره في الفتره الاخيره عمل اجتماع على اساس ان الكاميرات تزيد في الملعب. عندنا كمان في حاجه مهمه جدا ويمكن الكابتن وجيه الكابتن عزب بيشتغلوا عليها دلوقتي اللي تدريب الحكام كابتن اسامه مهم جدا. الحكام عندنا بردك ما خدتش وقت كافي للتدريب. احنا النهارده عملنا الكورس بتاع الفار ودخلنا الحكام على طول على الدوري لابد يكون في تدريب كامل من الحكام للتحليل والتفصيل الحالات التحكيميه من خلال الفيديو تيست والاوفسايد تيست اللي بتشتغلوا معاهم لجنه الحكام. كابتن انا ليه الفار عاوز فار ليه حاجه مشاهده بس علاقه اللاعب بالحكم
في اتخاذ قرار فار، او انا شايف حاله عايزه يروح يشوف للفار، ده من حقي انا كلاعب في الملعب ان انا اروح له واتكلم معاه واوقف البتاع، ولا دي قرار بيرجع للحكم نفسه وممكن يديني انذار وممكن سؤال جميل جدا عشان المدربين يعرفوا عشان خاطر يبقى الثقافه التحكيميه موجوده جدا في البروتوكول. كابتن شريف هنا البروتوكول قال ايه؟ مش من حق ولا كابتن الفريق ولا المدرب ولا الكوتش ولا اي حد من الاوفيشال تيم يقدر يروح للحكم يقول له روح للفار. هنا عندنا في حاجه اسمها تحذير، في حاجه اسمها عندنا انذار، في حاجه اسمها بطاقه حمراء. طب هو الحكم يا كابتن لو اللعبه عدى عليها قد ايه بقى؟ بص يا كابتن انا مش هرجع لها تاني. بص يا كابتن انا طول ما اللعب شغال انا مثلا يعني هبسط الامور لحضرتك كابتن شريف، انت حضرتك الحكم وانا في الفار، انت ركله الجزاء واضحه انت ما شفتهاش واللعب اشتغل، انا هنا بقول لك كابتن شريف في حدث فايت منك، من فضلك لو اللعب وقف ما تستأنفش. صح، لو انت استأنفت يبقى انا ما اقدرش ارجع للقرار اللي احنا ممكن نتفق عليه. مظبوط، فانت بتروح موقف او الماتش بيقف فبكلمك في الكوميونيكيشن سيستم كابتن شريف في حاله ركله جزاء، انا شايف ان في ركله جزاء، من فضلك ما تستأنفش وتعالى. الحاله اللي هي الاوفسايد واضحه دي وبيدي لا دي ده قرار ذاتي، لا ده قرار ذاتي يعني قرار حقيقي هنا الفار بيدي على طول للحكم. ماشي اتفضل كابتن. طب عدد الحالات، هل الاتحاد الدولي محدد عدد حالات معينه ما تتخطاهاش مهما حد، ولا ان شاء الله ليه 10 مواقف في الشوط؟ لا يا كابتن مفتوحه، لا كده تشويق بتاع الكوره قد ما فكروش فيها. ما احنا عشان كده كابتن بنقول ايه، بنقول يا كابتن مفهوم البروتوكول يا كابتن اسامه. مفهوم البروتوكول من فضلك الفار ما تتدخلش في كل كبيره وصغيره. حلو. أيوه. وانت كحكم من فضلك انسى ان في فار خالص، لان كده متعه الكره هتروح. انسى ان في فار، اشتغل على نفسك اكتر. بلد بيتبعها الدوري الانجليزي. طول ما انت شفنا في المباريات السابقه في الدوري الفار بيتعطل، شفنا في مباريات الفار بيتعطل. النهارده لو حصل والفار اتعطل والناس دي واخد 40,000 دولار كابتن تبقى ان البروتوكول يعني كل الاسئله جميله جدا والله، الاسئله جميله جدا جدا. احنا شفنا المباراه، اعتقد في مباراه الحكم جاب كباتن الفريق تقريبا كان ماتش الزمالك تقريبا نادي مصر ونبه هو ده البروتوكول. بيحصل ان الكوميونيكيشن مع الفار بيقول له ان التقنيه اتعطلت، وهنا طبقا البروتوكول لابد ان انا اوجه تعليماتي للكابتن هنا وكابتن هنا ان مفيش تقنيه فيديو عشان ما حدش يقول ان كان في حاله وما اترجعتش، وان كل الشغل اللي جاي كله هيبقى من شغل الحكم. ده موجود في البروتوكول، لو التقنيه عطلانه المباراه مش هتؤجل ولا هتتلغي، هتتلعب المباراه حتى لو في بدايه المباراه والتقنيه اتلغت الحكم بيدير المباراه بدون التقنيه. كابتن ممكن تقول لنا الاربع حالات اللي بيتدخل فيهم الفار؟ كابتن ايمن سؤال برضك جميل والاسئله كلها جميله وبنفيد فيها الجمهور بتاعنا. بنتكلم في الهدف او ليس هدف، يعني ايه هدف ليس هدف؟ الهدف ممكن يجي كابتن من خطا ارتكبه الفريق اللي هو احرز الهدف. كويس تمام كابتن اسامه. ايوه كابتن اسامه راح جاب هدف، لعب الكره بايديه جاب جون، الحكم ما شافش تمام، بيحسب هدف. كويس. هنا الفار بيتدخل، يبقى هنا الهدف غير شرعي، وبالتالي هنا بيقول للحكم ان الهدف. ممكن يجي هدف من تسلل والحكم المساعد يحسب تمام كابتن اسامه. الفار هنا عنده الخطوط بيقول له دي ليه ما تستأنفش، عندنا الهدف من تسلل وبالتالي الهدف هنا بيتلغي، يبقى هدف من عدمه ده بيبقى نتيجة. طب الأخطاء اللي تم ارتكابها قبل تسجيل الهدف. طب الحاجات دي المؤثرة لو هو كان زي ما أنت قلت وقف وبعدين استأنف يبقى خلاص برجع خلاص ما رجعش؟ لا خلاص كابتن أنا لو أنا وقفت خلاص لو أنا وقفت واستأنفت ليه بقى؟ في حتة تانية خلاص أنا هنا بقول له دي ليه دي ليه دي ليه يعني إيه من فضلك ما تستأنفش. أيوه ليه؟ طالما استأنف لو أنا استأنفت ما اقدرش ارجع للقرار اللي هو كان ممكن يتحسب. لما حصلت يا كابتن مع في دوري ابطال اوروبا ريال جابوا جون واتلغى، كان ريال مدريد جه جون واتلغى واتحسب بنالتي هنا. بص كابتن عادل انا بكلمك بالقانون. صح القانون هنا ايه؟ الجديد الجديد لا البروتوكول موجود ما اتغيرش، ولكن انا هنا في لعبه بالبلدي كده، في لعبه يا كابتن اسامه انت ما حسبتهاش ركله جزاء، اللعب شغال. انا على طول بقول لك يعني لو وقفت ما تستأنفش استنى، لان هو بيتحقق عنده من الحاله وبيقول لك لا في ركله جزاء تعالى عشان تشوف، او يقول لك في ركله جزاء في الحاجات مثلا لمسه يد او كده او كده. ولكن بنتكلم في نمره واحد كابتن يعني ايمن ما وقفش وهم شغاله افرض الكوره ما طلعتش خمس دقائق ما فيش مشكله كابتن في التوقف خلاص ما اقدرش استأنف تاني ما بستأنفش.
الحاجه الثانيه كابتن ايمن، احنا قلنا هدف او ليس هدف، ركله جزاء او مشاكل جزاء، هل ركله جزاء من بره ولا من جوه؟ احيانا الحكم بيبقى ركله جزاء من بره وبيحسبها كابتن اسامه من جوه، هنا الفار يتدخل لان دي ده مكان حقيقي، هنا اللي بيعرف المكان مين الفار. فاذا لو من بره او من جوه الفار هنا هو بيعرف ركله جزاء صحيحه او مش صحيحه عن طريق الفار. في حاجه مهمه جدا كمان، ركله جزاء في التنفيذ، حارس المرمى اتقدم خطوتين ثلاثه، هنا اللي بيقول الكلام ده برضك الفار. يعني في حاله تحكيميه لسه احنا كنا بنشوفها، ان هنا النهارده اي دخول من اللعيب اللي هو سواء زميل الحارس او زميل الراكل اثناء التنفيذ، زي ما كلمنا كابتن ايمن، هنا الحكم بيعيد في حاله ان لو كره جت هدف الزميل ده دخل اللي هو زميل الحارس، اوكي، لو زميل اللاعب بتعاد. إذن هنا تنفيذ كمان الفار بيبقى متحكم فيه. نمره واحد، هدف ليس هدف، ركله جزاء مش ركله جزاء. نيجي للبطاقه الحمراء عشان نقول ايه، بطاقه حمراء مباشره، سلوك عنيف او لعب سلوك مشين او لعب عنيف او بصق او عض، هنا احيانا الحكم ما بيشوفش، اللي بيشوف عنده الكاميرات الحكم الفار، وبالتالي هنا البطاقه الحمراء وليس الانذار الثاني، عشان بس الناس تبقى عارفه. ما يجيش مثلا اللاعب يستحق بطاقه ويقول لك الفار ما تدخلش ليه، لان طبقا للبروتوكول انا بتدخل في البطاقه الحمراء المباشره وليس الانذار الثاني. اخر حاجه كابتن اسامه عندنا، وهي الهويه مفقوده. كابتن شريف عبد المنعم الحكم، انا ارتكبت مخالفه، ناصر عباس في الزحمه وفي الضغوط اللي عليك انت ما شفتش رقمي، رحت رايح مثلا لكابتن اسامه اديته الاحمر. هنا اللي بيحقق الكلام ده وبيرجع ليه هو الفار، ان البطاقه هنا بتعتبر بطاقه غير صحيحه، وبالتالي بيصحح لك بيقول لك البطاقه للاعب الفلاني. دول الاربع حاجات كابتن ايمن اللي بيدخل فيهم الفار. وعشان كده بنقول ايه، من فضلك البروتوكول لابد اللي قاعد على الفار، وبكره يمكن اكيد هتلاحظ التدخل هيبقى قليل قوي 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 قوي. اخر حاجه بتكلم فيها وهي الدقه اهم من السرعه. يعني لو انا في حاله عندي محتاجه ان انا ادقق فيها كابتن عادل، مش شرط نبقى استنب بسرعه، لا انا محتاج ادقق في حاله تحكيميه فيها قرار مؤثر، يبقى سيب الناس في الفار تاخد القرار، لان احنا في النهايه كلنا بنتكلم على العداله التحكيميه، والقرار قد يؤثر هنا او قد يؤثر هنا في القرار. شاكرين شكرا جزيلا كابتن ناصر، بشكرك على التحليل الرائع والاكثر من رائع. كابتن ايمن بشكركم وبشكركم كلكم، لان كنتوا برضك النهارده ساعدتوني في ان احنا نوصل رساله جميله جدا وثقافه تحكيميه لكل الجمهور. استحملتنا لكل الجمهور الكبير، وانتوا بتسمعوا اربعه عمالقه يعني، الحمد لله ربنا وفقنا. شكرا جزيلا كابتن ناصر، وعملنا حاجه كويسه كده اعزائي المشاهدين.